شوي طلعتي راك سيب ولا سيب هكا سيب أسود أيت ما أسمع ما يكون حبي بتكون بيها اللي تحبكم قد الدنيا وقلي عقل ربي ما تقللوش عقلكم شعالي قاعدة بيني وبين روحي وأنا نقول حتى باش نبدا فيديو شو ما نقول في البداية على الفيديو كي شد نسيت 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 بزاف شوفوا هاد المدة اللي راني غادا فيها 6 أشهر صراو بزاف صوالح ما تأملوش عقلكم شحال صراو حياتي أنا تبدلت حياتي كنت تعرفوا دي هي تاع الكليب ودي هي تاع اليوم والحياه اللي جايه ماشي كيف اما في هذا الفيديو شنو راح نحكي لكم راح نحكي لكم على حياتي الجديده شمال الصوالح اللي صرا وتبدلوا في حياتي شمال الصوالح الشابين اللي وجدتهم لكم اللي كنتوا المهم بغيت نقول لكم بلي عجبكم شغل هذا الوقت اللي كنت قاعده فيه دوك الشيء اللي نولي بس حتى شغل انا شغل كي شفت بلي كاين بزاف ناس مازالوا متفكرون ليك شغل كيفاش مازال ليك شغل مانيش قاطعه تحسب راني ندير الفيديو راني مكمله نفس الناس اللي كانوا يتبعوني مازالوا يتبعوني 6 اشهر كل مره حلقه صغيره ودي هي وين راكي دي هي هنا شغل هاد الناس اللي عطاوني شغل هكا كي شفت هناك ما حاشا شفت بزاف ما بقاش نحكي لكم عليها تحس بلي بلي تسمع عند الناس بلي هادوك الناس فريمون يبغوك شي حاجه يتبعك فيديو اللي شافك هضره شافك شي صانع بالك بيك ماما بنات تحس عقلك شنو داير عزيز عليه حاجه في حياتك بسبب هاد الناس اللي عطاوني الكوراج انا باش نولي باسكو فريمون كنت عيانه وكانت غادي تزيدو تقعد 6 اشهر اخرى باش نوليكم المهم هاد الناس اللي توجور كانوا متبعيني وحتى اللي كانوا يزعف عليا منو يقولوا لي هي ما راكيش ديري لنا فيديو راكي نسيتنا راكي منا راكي منا قلت لهم سمحوا لي بزاف بزاف غايب ظروفها معاه دونك اجي نحكي لكم شنو الظروف تاعي وعلاش كنت غايبه ونحبكم وربي يخليكم ليا وفريمون حاول نعمة من عند ربي مسكينة نتوما المهم دوكا انا علاش كنت غايبة شوفوا على بالكم كاع بلي هي تزوجت صح كي اللي هي تزوجت صح قطعت ما بان عليها والو كاع شي ناس قالوا لي اه بلي راجلها ما بغاهاش دير لي فيديو قالت لنا نوريكم العرس تاعي ما وراتلناش قالت لنا كذا ما دارتش انا شو صرالي انا مرض بكل بساطة عرسي في متح ما بغاش نحل مرض مرض بيت مسميه بعمل فوق وانا صحتي قبل كل شيء بقى انا كي نضرب المرض كنت شغل تفاجئ تصاير نلقى هذا المرض ما عندكش كي دير هذه حاجه في طاقتي انا موجود حاجه تاع اداره نورمال حاجه تاع شعب نورمال حاجه اي حاجه نقول في الدنيا نقول باطل بصح كي تجي في الصحه تاعك صحه عزيزه ما قدش ان انا مريضه ونخدم مريضه وندير لي ما قدش هذا فوق طاقتي اما لا انا مرض باش مرتيش ولا من نخليها بيني بربي وبيني بين العائله تاعي مابقاش تاعي بس صيبو صحيح ما قاش نحكي حياتي ما قاش نقول انا ضربت من هاك هذه حاجه الاولى لا المرض داني بزاف وقت حاجه واحده اخرى انه هاد الوقت اللي كنت خايف فيه سيفلي انا كنت زعما ندام على روحي ونجع على روحي وكل شيء بصح في نفس الوقت كيفاش ما نشكش كاع شو اللي حسيت بلي هذا الامتحان راني فيه وربي راه يتستي فيا وراني لازم عليا نكمل المشوار تاعي انا بديت حاجه لازم عليا نكملها ما لازمش نفشل العام اللي فات اللي تابعوني اللي عرفوني معاه العام اللي فات كيما هذا الوقت طلعت لكم لاكام تاعي اش معنى العام اللي فات درت ماركه باسمي على نتيجه لي مسجله ودرت منتجات اللي هما انوفاسيون برا اختراع كل منتجات مازال خير راه جاي ودرت لكم تور في الجزائر في الشمال تاع الجزائر تور شمعنا معناها ما قلت يعني كاع الولايات كاع لي زابوني تاعي وصلت لهم العام اللي فات الحمد لله يا ربي كفى خير عليا اما لا بغينا نعرفوا 2019 ديريا شا ولدت لنا وهذا الوقت اللي كانت غايبه فيه شا كانت تدير تعرفوني بلي كي نغيب سواء كنت مريضه ما بغاش يا ربي ما نجي كاع كي نكون دايره كي نجي نجيب لكم حاجه شابه هاد المره جات لكم زوج صوالح شابين ثلاثه تقريبا تقدروا تقولوا ثلاثه المهم زوج صوالح شابين شوفوا هاد المهم شوفوا كما تعرفوني كي نحكي معكم ماني جايه هنا انا يوتيوبر زعما قاعده نشكل عليكم ندير نزوح عليكم بلا 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 نو فهمتكم من البديره خواتي خواتاتي صحاباتي احبابي راني نحكي معاهم انا ما غاديش نزيد على روحي المهم دركا اللي تابعوني من البدايه يعرفوني انا انسان شحال نبغى الخير في البدايه اول فيديو اذا ما شفتهش غادي نخلي لك اللينك تحت روح دخل وشوف باش تعرف بلي هاد الانسانه ما تبدلتش وما تبدلش ويكذب عليك اللي يقول لك هي تبدل خلي لك تحت في صندوق الوصف روح شوفه تعرف بلي 3 سنين هذيك الفيديو درتها 3 سنين مور 3 سنين راني مفيد بالوعد تاعي المهم عرفوني انا شحال نبغي الخير وشحال نبغي الشعب تاعنا وشحال نبغي شحال نبغيكم ما تقولوش عليكم الربع
راني حيه دركا، انا كون غادي نموت يعني بهاد الشهر بلا شعر باقي ما باقيناش بزاف، مش عارف غادي نعيش عارف، انا كون غادي نموت ولادي دارنا ما العائله تاعي شي يورثوا مني، غادي يورثوا مني لا مارك تاعي ماي براند، غادي يورثوا مني هادو لا فامي تاع فلانه، راكم شايفين كيف بصح نتوما اللي راكم تشوفوا فيا داك الشيء غادي تورثوا مني الشعر غادي تورثوا وينه كاين ولا ما كاينش، يكذبوا عليكم يجيبوا لكم منا مني اللي بغيكم بصح يبغيكم بافعال ما يبغيكمش بالاقوال، راكم شايفين كيف عبالي غادي تقولي دي هي تيكون غادي تموت دي هي انا صايم غادي نموت ولا ما عندي هي، اما لا انا لا خممت اني ندير لكم حاجه اللي نتوما اللي راكم تشوفوا فيه اللي تبغوني اللي نبغيكم اللي حب صادق بيناتنا نتوما تقدروا تورثوها، ماشي العائله تاعي ماشي راجلي ماشي ما ماشي بويا، حاجه تاعكم ليكم نتوما. عبالي دوكا نقول لواحد تشوفي تقول لها هي هضرتي بزاف قلقتيني راني نتوقع شي حاجه اللي انا ممكن نورثها عليك ولا شي حاجه اللي خليتها لكم ليكم نتوما. با تعرفوا اللي كنت نحكي لكم على الجمعيه الخيريه واللي باغي ندير جمعيه خيريه ومنا ومني كشو فرحتوا بصح ما عندكمش شكاي فهمتكم بصح ما عرفتوش كل شيء، اما انا راه نفهمكم شايله دركا الجمعيه الخيريه هذه كنت باغي نديرها جمعيه خيريه كامله باطو تحكي على كل شيء ندخل راسي في كل شيء نعاون في كل شيء بصح ملي كنت قلت ستوب ستوب حبسي يدي ليا شراكي ديري حبسي غير بشويه غير بشويه قعدت نشوف شي اكثر حاجه مهمه لي نحتاجوها نتوما نتوما خاطرش هاد الحاجه بتخليكم نتوما اه اللي عقربي اه اللي عقربي هراني في الفيديو هراني في الفيديو نورمال فاصل هاد غادي نجمع مع صحاباتي هنايا راهم مرتاحين بس بوسطا ما نمشي ديرو الحاسه كشي مزيره محمر فيهم العينين المهم خمم فيكم نتوما شي حاجه اللي نتوما تحتاجوها شي حاجه اللي في حياتكم، اما انا شوفوا جبت درت جمعيه مهنيه حرفيه صاي مهنيه حرفيه شمعناها كلمه جمعيه مهنيه حرفيه دقيقه نجيب لكم لا كارت فيزيت نقراها لكم باش تفهموا غادي غادي ما شفتوا ولا فوالا هذه لا كارت فيزيت تاعي شنو راني كاتبه فيها باش تفهموا غادي غادي باسكو حكيت وحكيت رديت على تعليقات درت لايف بصح ما عباليش كشغل دائما نفس الناس يجوا عاد يسقسوني نفس السؤال تروحي لنا شوفوا هذه الجمعيه مهنيه حرفيه في لاكارت فيزيت شاني كاتبه وفي الموقع في الانستغرام في كل شيء شاني كاتبه استغربوا هدفنا مساعده كل انسان ليعيش حياه افضل حياه افضل مش فاهمين شنو معناها بالك انا كنت زعما نورمالمون الا كان عقلي وزن تفهمها غادي وعايش معناها حياة افضل ما جيش نقول لكم مساعدة كل انسان باش ما عباليش مساعدة كل انسان باش يعيش حياة افضل زيد شفت بين تحتها من خلال واش ما تخافوش قاعد نعطيكم الشكارة هكا عليا لا لا من خلال حاجة من خلال تأهيل وتوفير مناصب شغل وتطوير المشاريع الصغيرة شنو معناها هاد الجمعية الخيرية غادي الحاجة الأولى باش تعرفينا غاية تروحي الانستغرام تاعها غادي نخلي لك الانستغرام هنايا دخلي خمشي فيه ديري لنا ابوني باش تولي هاكا تويفينا في كاع النشاطات تاعها هاد الجمعية الخيرية الهدف تاعها هو تأهيل الشباب وتوفير مناصب عمل معناها أنه لا تشوفي في دركا عبالي بلي بزاف بنات ما يخدموش ماشي لا غيخدمو حتى ولاد بنات ولاد هاد الجمعية تاعنا كاع أما لا انا قد نساعدهم اني نوفر لهم عمل على حسب مجال خدمتهم هذه حاجه اخرى هي ان نقوموا بتاهيل شنو معناها معناها الوحده باغي تخدم بصح ما تعرف دير والو ما تعرف دير والو سبحان الله اما تقومي بتاهيلها قريها ديري لها ديبلوم باش تخدم في هذيك الحاجه اللي هي راهي باغيتها ولا يعني مهم تقدر مهنه تخدم فيها هذه حاجه زوج حاجه اخرى واللي هي هذه الجمعيه كشغل هي مقر تاع اي انسان ما عندهاش مقر زعما شاف دوك نفهمك نعطيك اكزومبل صغير بزاف باسكو كي راني نشرح راهمش يفهموا ما عملش غلطه مني ولا من وديكم راكمش تسمعوا قراو شوف نعطيكم اكزومبل صغير بزاف باش تفهموا بار اكزومبل وحده كوافيز صحيح وحده كوافيز عندها لي كليون تاعها كلشي تعيط لها وحده في التليفون تقول لها اه وي باغي نجي عندك وراكي بلاصه دوكا هي ما عندهاش محل ما عندهاش لي مردوك ما عندهاش محل بصح عندها الحرفه تاعها صديق كون تقولها ما عنديش مقر وجي عندك للدار وخا تدوز وتقول لك انا واش باغي تجي عندي الدار بغي انا نروح نعمل منا شنو معناها هذا المقر
تاعي انا مع نهار تيا مرحبا بك جيب لي كليون تاعك اروح يخدمي هنايا ما كاش لي ديرونجيك دار دارك هذه هي شغلها المقعد تاعك معناها اذا كنتي خياطه كوافيز واحد عندك سلعه ما يهمش الحاجه شايره كي خصك مقر هو عندي لي اختك راهي هنا نوقف معاكم صاليت هي فحله المهم هذه حاجه اخرى اللي بغيت نقولها لكم على الجمعيه وهي انه هذه الجمعيه صدر مختصه في مختصه في المجال المهني بس عندنا بزاف صحاب اخرين نخدموهم باريزوم خطره على خطره نديروا زيارات دار الايتام خطره زيارات تاع الدار العجزه خطره على خطره نتلموا كاع كيما درنا في رمضان هكا نتلموا نديروا طابله المهم وين ما كاين الخير نكونوا حنايا شايفين كيف هنا عطيت لها اطار بصح حنايا شغل ندخلوا في كل شيء وين ما كاين الخير كاينين حنايا يا ربي يا ربي يا ربي تكونوا فهمتوا شنو قلت يا ربي يا ربي ما تفرجوش هذا الفيديو وزيد تعاود تجي وحده تقولي لي دي هي هذه الجمعيه واش دير واش دير انا قلت لكم واش دير بابا هذه حاجه الجمعيه ان شاء الله نتمنى انكم تنضموا لهذه الجمعيه باسكو فريمون هذه حاجه تفيدنا كاع راكم شايفين كيف انا خممت فيكم خممت شي حاجه تصعبوا وخممت اني ماني باغي حتى واحد فيكم يغبن باسكو كي تكون خدام كون جيبك مع الله ما تغبنش في هذه الدنيا صحيح هاي واحد خطرة قال لي هي هذاك عند دور تسوي دورو كان تخمر فيها بيني وبين راسي دري عند دور تسوي دورو هو كي الناس كي غادي يشوفوك ما تشوفك انت ولد مال ولا شي عندك عقلية ولا انت ناس ملاحة لا شكون دراهم قايمك على حساب دراهمك تسمى اللي ما عندهاش دراهم في هذا الدنيا يغبن انا ما جبرت لكم الغبية فهمتوا كيفاش دركا المهم هذه من ناحية الجمعية الخيرية ورانا كملناها نروحوا لحاجة أخرى باب شوفوا العام اللي فات طلعت لا مارك تاعي اللي هما طلعت ثلاث منتجات ثلاثة تاع منتجات هذه المرة مازال لي عقدة تاع تسميم ورانا مدخلين فوندو تاع رانا مدخلين مكياج تاع مخدوم حتى واحد ورانا شوفوا بزاف 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 صالح مجايين عبالكم انا كي دخلنا لابوراتوار ما نخرج حتى كمل لاكام كاملة ولا حتى نخدمش على المنتج اما انا عبالي راكم متشوقين هاد المنتجات حتى انا بصح صبر الله غالب كشغل عبالكم انا كراني نحكي لكم هكا نتوما تحسبوها حاجه سهله حاجه سهله تصنع فوندو تاع حاجه سهله تصنع كريم هكا بصح هي ماشي حاجه سهله هي فيها بزاف تعب فيها بزاف خدمه فيها بزاف اجراءات تفوت عليهم تما اوبليج عليا نصبر بغيت ولا كرهت انا يا مجبر اني نصبر وانتوما ما تصبروني على بالي غادي تصبر معايا وما تنساوش كي تصبر تنال الكامل معناها هذا الصبر اللي رانا صابرينه ماشي باطل غادي نعطيكم حاجه شابه تعرفوني نجيب لكم حاجه شابه خلوني نقولكم المهم هاد المرة راهي جاية عقدة تاع تسميم اللي بزاف بنات دوموندوها راهي جاية فوندو تاع راهي جاية صوالح الاخرين اللي خليتهم في السر مش باغي نحكي عليهم دركا راكم شايفين كيف العادية بزاف كثروا العادية حاجة اخرى اللي راني فرحانة بها بزاف ونحس شغل هو البيبي تاعي اللي هو صالون دو بوتي البنات راني حديت صالون دو بوتي ومرحبا بكم عندي تشوفوني اذا بغات ما تخدموش ماشي تقولي زعما راني نقول لكم اروحوا باش تخدموا منا وماني عبالكم بلي انا ما يهمنيش سما تبغي تشوفيني مرحبا بيك تصوري معايا تبغي تخدمي مرحبا بيك حاجه اخرى حبيت نقولها لكم بزاف البنات قالوا لي دي هي حليتي صالون بوتي فهران باسكو انا راني حليتها فهران تحت ان شاء الله بربي غادي نخلي لكم العنوان وراح نخلي لكم رقم الهاتف باش تعيطوا لي تهضروا معايا انا سبيسياليتي تاعي نخدم بزاف مع العرايس تاعي بصراحه انا نخرج بزاف مع العرايس اما انا وحده قالت لي هي انا نسكن في الجي وانت حليتي فهران وانا كافي قلبي نخدم عندك وكافي قلبي تكوني في العرس تاعي وبغيتك تديري لي ماكياج وبغيتك تديري لي شينيا وديري لي كذا وديري لي كذا قلت لي فريمون راهي غادتني في قلبي هي شنو غادتها قالت لي علاش حليتي فهران با انا حليت فهران بس انا جايه نسكن في وهران صحيح هذه هي بالتالي بس حتى هو علاش لكم نتوما برك الا كنتي في الجي تما راست غردايا اخر العالم ندي بلاصي على جالك كون فاهمين كيف معناها ما يهمش من تكوني لما تكونتاكتيني عادي لي في التليفون انا قادره اني ندي بلاصي على جالك في اي ولايه كنتي فيها شا معناها معناها ما نشوفش في لي كومونتير وحده تقول لي ديها انا نواد سوف اسكو ندي بلاصي على جالي وعاني ندي بلاصي على جالك من اي ولايه راني نقول معناها قد ندي بلاصي على جالك هذه باش تعرفوا بلي انا فريمون نبغيكم شريت هضره المهم هذه هي صوت بوتي برافو برافو راني فرحانة بيه والحمد لله يا ربي حسيت شغل هكا بروجي تاعي لامار بعد صوت بوتي من بعد كلمة اللي جاية الصراحة ما نحكوش عليهم دركا في هذا الفيديو فريمون حياتي تبدلت شتو كي قلتلكم حياتي تبدلت شوفوا سيدي انا مرات مازالني مرات باه ما نكذبش عليكم بصح راني كومباتي في الحياة راني نحوس قبل ما الاجل تاع الانسان يكمل نحوس انا الاحلام تاعي نحققهم بس كل الاحلام هادو الصوالح اللي راني نحقق فيهم ما همش غير تاوعي وحدي تاع
تابعي تاع لافامي تاعي تاع روحكم نتوما خمم فيكم خمم في الناس اللي نبغيهم فوالا هذه هي المهم نتمنى هذا الفيديو ما جاش ثقيل عليكم ايه تفكرت يا ربي شتو كنت راح نكمل الفيديو انا كاين حاجه مهمه بزاف ما رديتش عليها واللي هي تصاوير تاع العرس بزاف بنات انا كنت باغي نوريكم تصاوير تاع العرس والله ربي راه شاهد عليا كنت باغي نوريكم بصح من بعد كاين مور المرض ومور صالح اللي صرا مور تشرك الفم تاع شي الناس من لافامي تاعي كي شغل قعدنا خمروا وما نقولوش توقعنا في هذيك الخلطه اما انا ديسيدينا انه انا وراجلي حياتنا الخاصه تقعد خاصه معناها ما تسقسونيش حنبوكم على راجلي ما تقولوا ليش ولي ما تصويري على راجلك راجلي دارنا حياتي تبقى حاجه خاصه يا ريت يا ريت يا ريت تفهموها مش انا اللي نقزح فيكم ما رانيش نتكبر عليكم بصح هذه تعلمتها مع الوقت ضربه في راس تعلم انا تعلمتها مع الوقت بلي حياتي الخاصه لازم تبقى حياتي خاصه ونتمنى ما تزعفوش مني البنات والله انا نحبكم بزاف نورمالمون هاد الهضره كاع طويله اللي هضرت لكم تعرفوا ديري شكون ديري شاتبريكم شي ثاني فوالا شوفوا بعدا كاين شرح بربي راح نجيب مودلز يعني هكا شي راسكم شابه حلوه ونوريكم كيفاش ندير عليها المكياج تاع وحده ماري ولا تاع وحده انفيتي هكا باش تدوا نظره على المكياج اللي نديرها علاش باسكو انا كي ندير مكياج كنت ندير مكياج سامح علاه لانه انا هذا هو ستيل تاعي انا وجهي ما تجيش عليه تكثر مكياج واش الوجه تاعي لا فورم تاعي ما جايش كثر بزاف مكياج هذا هو المكياج اللي يجي على وجهي نقول لكم نحبكم بزاف تهلاو لي في روحكم وفوالا كيما قلت لكم هذا هو الاسباب هما علاش غبت راني قلت لكم صالح اللي صرا في حياتي جد راني قلت لكم وجاوبت على اكثر الاسئله اللي تحتاجوا انكم تعرفوها حاجه في اخرى ما جاوبتش عليها ونسيت عبالي بلي كاين حاجه راني نسيتها باسكو راني مجمعه دركا وفي قلبي كاين حاجه راني نسيتها كتبوها لي تحت في التعليقات ان شاء الله ربي نجاوب عليها سواء يا اما في التعليق يا اما ندير لكم لايف البنات شوفوا ما تنساوش البنات والولاد ما تنساوش تدخلوا في لاباج تاع الجمعيه الخيريه صاي هكا كاع باش يكونوا طرف وعضو في العمل تاع الخير شايفين هذه حاجه حاجه اخرى ثاني ما تنساوش تدخلوا في لاباج تاعي الشخصيه اللي هي دي هي بيوتي علاه باه بعدا نوريكم الموديل تاع ماكياج البنات اللي خصهم افكار للاعراس تاعهم نعطيكم افكار وهي مريعه للعروسات وكل شيء وحاجه اخرى راح نخلي لكم هنا العنوان تاع المحل تاعي تاع الساوند بوتي تاعي وراح نخلي لكم رقم الهاتف اذا حبيتي تتصلي بيا ولا تقسيني ولا شي حاجه في مجال عشقنا نحبكم بزاف تهلاو لي في روحكم اسمحوا لي على اللي غيبت عليكم ان شاء الله ربي جامي يزيد غايب ودعوا لي ربي انه شافيني دعوا لي ربي اني سهل لي ودعوا لي ربي يعني اي حاجه تخير دعوه تخير عندكم دعوها لي باسكو فريمون انا محتاجه دعوتكم باه شفتوا شحال هضرت بزاف حاسه راه هضرت بزاف باه راح نخليكم دقه نحبكم بزاف بزاف وراني فرحانه على اللي درت هذا الفيديو باي باي شنو هضرت